تحيتنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم ورحب بحضراتكم في هذا الملتقى، ملتقى الأصايل من عاصمة الميادين لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث انطلق شوطنا الحادي عشر على المخصص للإبكار في المحليات على صايل. انطلاق سليم وموفق لكافة المشاركين المتابعين دائما لانطلاقاتنا وتحدياتنا المثيرة، تمنياتنا بالتوفيق لكافة أيضا المشاركين المنطلقين في هذا الصباح. مباشرة نسير إلى مقدمة هذا الشوط إلى الصدارة، هنا أيضا نوعية هي من تتقدم على الصدارة، وهي بالفعل اسم على مسمى، نوعية مطلوبة دائما في رياضة الآباء والأجداد. منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري هو الذي يقدم لنا هذه النوعية. المركز الثاني، هناك ايضا وصول وتقدم من مفاوضة سالم بن عويض بن سهيل على خيلي اللي احتلت المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك نبا مبارك من عبد الله بن سويدان العامري، والمركز الرابع هنا وصول وتقدم من زعفران علي بن راشد بن متعافي المنصوري، هي من انضمت الى المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس القدوم من خيره حمد بن علي بن عمير بن علي الاجتبي، هنا وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام، بينما هنا القادم الواصل، هنا هذا الشعار الواصل، هناك ايضا في هذا المسار الجميل، الله مرحبا يا ابو سويد، يتقدم في هذا الانطلاق الجميل. هناك ايضا وصول من جباره عامر بن ريو بن سويد المنصوري، بينما الوصول والتقدم هنا من هملوله هنا القادمه هزيب بن سيب بن مبارك بن حميده الخيلي، ولكن انصيبه وصلت في هذه اللحظات سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدشه الخيلي. هكذا نتيجتنا مستمعين الافاضل، هكذا النتيجه في هذا الشوط وفي هذا المسار المميز في كافه انطلاقات هنا في كافة تحدياتنا المثيرة. هنا الله البداية والمقدمة والمركز الأول في هذا الانطلاق، نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى المركز الأول مع المقدمة، هنا إلى رأس حربة هذا الشوط، هي من تتقدم نوعية، هي من تأتي بهذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز، نوعية منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري يأتي في هذا الانطلاق وفي هذا المسار المميز. المركز الثاني، الله يا مفاوضة، وصلت مفاوضة سالم بن عويضة بن سهيل آل خيلي، ولكن أشوف المتقدم هناك الواصل شعار بن متعافي يقدم لنا زعفرانة علي بن راشد بن متعافي المنصوري، احتلت المركز الثالث، خذت المركز الثالث بهذا الشعار الذي قد صال وجال في عالم سباقات الهجن، أن نقله إلى المركز الرابع، بل قى خيرة، وعسى أن يكون في الأمر دائما خيرة. حمد بن علي بن عمير الاكتبي، وهناك وصول وتقدم من نبا مبارك بن عبد الله بن سويدان العامري، هكذا النتيجة هنا في هذا الشوط. الله البداية، وين منصة الوهبة بانت، منصة الوهبة بانت في هذا الانطلاق الجميل، لنا عودة إلى المقدمة، لنا عودة مع الكيلو متر الأخير والخطير، هنا البداية والمقدمة، الله بدأ التسلل من مفاوضة سالم بن عويضة بن سهيل الخيلي، يقدم لنا مفاوضة على صدارة هذا الشوط بشعاره بهذا الاسم بهذا العرض المميز. الكل يتمنى الناموس في عاصمة الميادين في ميدان الوهبة في بداية الموسم، في موسم العطاء، موسم العطاء هنا في دولة الإمارات. الله
له نوعية قادمة، وصلت نوعية منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، ولكن بدأ التسلل من خيره 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 حمد بن علي بن عمير الاكتبي، هناك أيضا يقدم لنا خيره، ولكن مفاوضة ما زالت على مقدمة هذا الشوط، ما بين مفاوضة ما بين خيره ما بين خيره ومفاوضة، ما بين هالاسماء ما بين هالشعارات الاكتبي، وهناك أيضا شعار بن عويضة، ولكن هنا خيره خيره من تسللت مع 300 متر الأخيرة والخطيرة، جولة الأوامر والتحديات المثيرة، ها هي خيرة ها هي خيرة. مشكور يا أبو علي حمد بن علي بن عمير بن علي الاكتبي، هو يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا هذا العرض والأداء الجميل. مشكور يا راعي خيرة، مشكور باسم الجمهور والمحبين والمتابعين. لحظات وصولها إلى خط النهاية، المركز الثاني فاوضة سالم بن عويضة بن سهيل الأخيل المركز الثالث. على الوصول والتقدم مشاهدينا المتابعين الكرام من زعفرانة، أو هنا أيضا نوعية منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، وهنا أيضا أنصيبة سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش على خيلي اللي احتلت المركز الرابع والمركز الخامس. وصول من زعزع علي بن راشد بن متعافي المنصوري. دائما لنا عودة إلى التوقيت الزمني هنا مشاهدينا المتابعين الكرام، وتوقيت خيرة حمد بن علي بن عمير على اكتبي. هنا أيضا لحظات الوصول إلى خط النهاية هنا بهذا العرض الجميل وبهذا الأداء المميز مشاهدينا متابعين الكرام، 6:20 وتسعة أجزاء من الثانية، توقيت خيرة. بينما المركز الثاني هناك أيضا مفاوضة سالم بن عويضة بسهيل الخيلي، وتوقيتها الزمني 6:22 ثمان أجزاء من الثانية. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه أيضا نوعية منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، وتوقيتها الزمني 6 دقائق لحظات الوصول إلى خط النهاية، قاطع المسافة 30 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، فتهانينا والناموس.